كل ما جاء من فضائل قراءة سور معينة، صلوات معينة، كله لا يصح ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ليلة الجمعة كسائر الليالي هي يشرع فيها القيام كسائر الليالي، ويشرع فيها العمل الصالح وتحري الساعة التي هي ساعة النزول الإله التي يقول الله تعالى فيها: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهي كسائر الليالي، ميزتها في كونها ليلة يوم عظيم شريف. هذه هي الميزة البارزة التي ينبغي أن تستحضر.